نشيله لا اكو اسعاف اسعاف يعني يروح بعد ما يرجع بعد ما يرجع ولا يروح يطقون ابو الاسعاف هذاك السايد هو السايد الساخن اللي فيه الحالات الطارئة وهذا السايد واقف على مود يفتح لهم المجال منه أقع له من هيش تنظيم لو لا ما خفت؟ لا بالعكس اشتحنا احلى من العراق يرجع امان مثل قبل